وطننا الذي يسير بهذه اللحظات في الاندفاع الاول، وهذا شوط خاص بالجعدان. المهجنات الأصايل في 8 كيلومترات بمسار هذه الانطلاقة ومسار هذه الاندفاع. هذا الشوط إذن مشاهدينا الكرام، كذلك الفائز بالمركز الأول هنا في يوم الكؤوس ويوم البنادق لسن الثرايا في هذه الفترة الصباحية الذي تحفنا بها من خلال وجود كل الأسماء وكل هذه النخبة من الجودة المميزة. نعود إلى بداية الصراع لهذا الانطلاق، وهذا هو الشوط العاشر، مقدمة الشوط والمركز الأول. في صدارة الشوط النشمي هو من يبدأ بداية الناموس لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد. سالم بن سيف الخصواني المنصوري هو المضمر الذي يحتل مع المقدم ومع النشمي هذا الاندفاع. المركز الثاني نقل إلى شاهين. في ثاني المراكز تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع فيصل بن طالب بن شريم المري. نقل إلى المركز الثالث وثالث المراكز يحتل صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. فهد بن سيف بن حصين النعيمي في التضمير ياخذ المركز الثالث. المركز الرابع وصل مياس اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والتضمير والمتابعة لسعيد بن سالم الينيبي. مشاهدينا الكرام، المركز الخامس إذن أيها الحضور الكريم متابعة محير في المركز الخامس لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير يحتل المركز الخامس. والمركز السادس سرمد ياتي في هذا الموقع لهجن العاصفة والتضمير للواثق حمد بن راشد بن غدير في سادس المراكز. أما صوغان في المركز السابع أو السعر في المركز السابع اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وفي التضمير عتيج بن سالم العرطي الحميري على سابع المراكز. المركز الثامن هنا يصل أيها الحبل الكريم زعفران اسمه الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان والتضمير لحامد بن علي بن احمد. نهنيه ايضا على فوز الصويغي بالشوط السابق. المركز التاسع، المركز التاسع هنا يصل شعر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم ظبيان وتضمير مطر بن محمد بن رفيعه. بينما المركز العاشر، المركز العاشر الدكتور لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم ويمعى بن عبيد بن دبيله المدير لعمليات التضمير. إذا أيها الحول الكريم مرة أخرى نعود إلى صدارة الشوط، نعود لمتابعة هذا الشوط ومنافساته الأولى، ولكن المقدمة والصدارة. عودة إلى مقدمة الشوط، هناك من غير النتيجة واحتل المركز الأول صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي احتل الصدارة واحتل المركز الأول مع فهد بن حصين النعيمي في صدارة الشوط. المركز الثاني ننتقل إلى النشمي لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد يأتينا في ثاني المراكز بهذه اللحظات والتضمير لدى سالم بن سيف الخصواني المنصوري. أما المركز الثالث هنا نقل إلى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يحتل ويدافع عن ثالث المراكز. فيصل بن طالب بن شريم المري في تضميره على ثالث المراكز أيها الحول الكريم. والمركز الرابع ننتقل إلى المركز الرابع مع وجود مياس، مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يحتل المركز الرابع في هذه اللحظة مع سعيد بن سالم الينيبي. والمركز الخامس وجود الزعفران في المركز الخامس، زعفران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والتضمير لدى حامد بن علي بن أحمد أكيد بلا شك هنا في هذا الاندفاع. المركز الخامس التواصل شعر سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ظبيان ومطر بن محمد بن رفيعه في تضميره. أما المركز السادس ننتقل إلى محير
لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، والمضمر سعيد بن مبارك الوهيبي احتل المركز السابع في هذه النقلة. المركز الثامن لهجن العاصفة ياتي سرمد في هذا اللقاء الواثق حمد بن راشد بن غدير، والسعر في المركز التاسع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيج بن سالم بالعرطي الحميري هو من يتولى عملية تضميره. والمركز العاشر ايضا وجود الحنيش لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، وسعيد بن محمد بو ابراهيم هو المضمر. هذه العشرة مراكز الاولى مشاهدينا الكرام في انطلاقة هذا الشوط وتحديات هذا الموقف. اكيد بلا شك هناك ستكون المنافسة كبيرة في هذا الشوط، ولكن العودة الى الصدارة، عودتنا من جديد الى مقدمة الشوط، العودة الى المركز الاول والمقدمة تحت اقدام صوغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. من يحتل الصدارة يندفع الى المقدمة والى زمام هذه الصدارة. هناك في التضمير فهد بن حصين النعيمي اللي يدير عمليات تضميره، المركز الثاني. وصل النشمي في ثاني المراكز لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد وسالم بن سيف الخصواني المنصوري من يدير عمليات تضميره. وانتقلنا الآن من مرحلة إلى مرحلة، والأربعة كيلومترات مشاهدين الأعزاء الأولى تنقضي بهذه اللحظة. المركز الثالث نقل إلى شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتضمير لفيصل بن طالب بن شريم المري. والمركز الرابع نقلة وانتقالة إلى زعفران لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان مع خام رابع المراكز، وحامد بن علي بن أحمد في تضميره يحتل المركز الرابع. بينما المركز الخامس هناك تدخل على خامس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يأتي بالمركز الخامس مياس وسعيد بن سالم الينيبي. والمركز السادس هنا تدخل من وجود الحنيش لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن محمد بن إبراهيم في تضميره. من احتل خامس المراكز أيها الحبر الكريم؟ المركز السادس إذن هنا ظبيان لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم في المركز السادس مع مطر بن محمد بن رفيعة. هو مياس من يحتل المركز السابع لسمو شيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي، وثامنهن سرمد. هنا سرمد لهجن العاصفة يحتل هذا الموقع، والواثق حمد بن راشد بن غدير في التضمير. المركز التاسع وصل محير لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان في تاسع المراكز، وسعيد بن مبارك الوهيبي في التضمير. أما المركز العاشر أول ندى للعديد، يصل العديد في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، أو لسعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني، ومع المضمر محمد بن خالد العطية المشاغب. الله بالفعل مليون من يحتل بالمحيط من دقية الذهب في هذا الصباح يدفع بالعديد في هذا الشوط. التوفيق نتمنى لكل المشاركين والمهتمين، ومن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل. نعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى مقدمة هذا الأداء هناك في صدارة الشوط مشاهدينا الكرام، والعودة إلى المقدمة والسلالة الصوغانية. صوغان من يسيطر على بداية الموقف لهذا الشوط، بداية ناموس وحماس هذا الشوط، أكيد الرعب يدب في قلوب الجميع، ولكن صوغان من يسيطر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. والتضمير والمتابعة لفهد بن حصين النعيمي، خذ المركز الأول، خذ صدارة هذا الشوط، ويتمتع دائما بالانطلاقة والكادر الأول. الله الكادر الأولي الكل غاية وهدف في هذا الناموس. المركز الثاني هناك نقلة إلى المركز الثاني، وشاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يأتينا في المركز الثاني، وفيصل بن طالب بن شريف المري في المركز الثاني. لكن يصل في هذه اللحظة زعفران، يبى الزعفران اسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان، والتضمير لحامد بن علي بن أحمد اللي ياخذ المركز الثالث. هو موقع صحيح في هذه الاندفاع ضابيان في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، ومطر بن محمد بالضبيعه او مطر محمد بن رفيعه في تضميره. من احتل المركز الرابع مشاهدينا الكرام؟ سرمد في المركز الخامس لهجن العاصفه مع الواثق حمد بن راشد بن غدير،
ومياس في المركز السادس. وصلنا لاثنين كيلو متر الأخير حبلنا الكريم سادس المراكز. هناك تغيير، العديد قادم، العديد قادم، ولكن هناك غير العديد ينتقل إلى المركز السادس في هذه الأثناء لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوب سالم بن سعيد بن منانة السويدي. يا سلام يا طلوع 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 طلوع، احتل المركز السادس. العديد في المركز السابع لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني ومحمد بن خالد العطية من يتولى تضميره. ولكن العودة إلى صراع الشوط، العودة إلى لون السماء والبحار هنا في هذه اللحظات. بالفعل شعار النصر تهانينا نقدر نقول من هذه اللحظة، ولكن هناك 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 من ينضم للمنافسة بقوة. شاهين في صدارة الشوط اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوب من يحتل الصدارة، من يحتل الموقع الأول. ولكن الله، شوفوا سرمد، شوفوا سرمد، شوفوا بداية صغان، ولكن يعود من جديد صغان إلى قوة المنافسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. فهد بن حسين النعيمي من يدير عمليات تضميره، الله كل ماسك على قلبه في هذا الموقع. لكن صغان يختار الموقع الأول، يختار الصدارة. 1200 إذا انتباه يا مشاركين، انتباه يا مضمرين، 1200 متر تبقى على خط النهاية. صغان في المركز الأول، شاهين في المركز الثاني، الملكية اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ولكن اختلاف في التضمير مع فيصل بن طالب بن شريم ومع فهد بن حسين النعيمي، إلا أن صغان يقولهم باي باي. صغان بن حسين متواجد مع صغان هنا، ولكن شاهين يحتل الصدارة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم في صدارة الشوط هنا في هذه اللحظات. فيصل بن طالب بن شريف المري، لكن صغان يعود من جديد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب. وفي التضمير فهد بن حسين النعيمي المركز الثالث. وصل العطية، وصل المشاغب، وصل المشاغب مع العديد، العديد 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 لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة آل ثاني ومحمد بن خالد العطية المشاغب. لكن طلع طلوع، طلع طلوع، وبان طلوع في هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان أحمد بن محمد بن راشد المكتوب. التضمير، التضمير لسالم بن سعيد بن منان السويدي، لكن العودة إلى شاهين. شاهين يا شاهين مسيطر، شاهين على الموقف، الموقف حساس، الموقف حساس، يحمل معاه شاهين. العديد طلوع طلوع، يا سلام اللحظات الأخيرة. يالله يالله يا مضمر القرن، مضمر القرن هناك في الصدارة في المركز الأول. شاهين مسيطر، شاهين مسيطر، شاهين مسيطر، شاهين بان المركز الأول. السلالة الشاهينية من تفرض نفسها ووجودها في كل الأحيان وبعض الأحيان، ولكن هنا لها زمان، هنا لها مكان. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضيف الإنجاز، يسجل الإنجاز في هذا الصباح. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا إلى المضمر فيصل بن طالب بن شريف المري. ولحظات الوصول إلى خط النهاية في هذه اللحظات، هذه اللحظات وصول المركز الثاني الأعداد لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث لطلوع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سرمد الهجرة العاصمة يأتي رابعا مشاهدينا الكرام. المركز الخامس صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النيان يحتل المركز السادس مشاهدينا الكرام. والمركز السابع لسيد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. عودة إلى صدارة الشوط مشاهدينا الكرام، عودة إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات للحظات وصول شاهين. قطع المسافة 13 دقيقة 12 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا إلى المضمر فيصل بن طالب بن شريم المري. العديد في المركز الثاني 13 دقيقة 13 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لسمو لسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، والتضمير لمحمد بن خالد العطية ثانينا والناموس. المركز الثالث يصل قاطع المسافة 13 دقيقة 14 ثانية 5 أجزاء من الثانية. طلوع لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم ثانينا، والثانية سالم بن سعيد بن منانة السويدي. الزميل سالم خليفة هو المتابع للشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أجدد التحية بكم مرة ثانية مع انطلاقة شوط